مساء الخير، مساء المحبة، مساء العافية على عيونكم متابعينا ومتابعين صياغة جودي. تحية طيبة لكم وإن شاء الله تكونون بخير وصحة والسلامة على طول يا ربي. رجعنا وياكم ببث جديد وبضاعة جديدة وعروض جديدة من صياغة جودي. طبعا قبل كل شيء يا مية مرحبا بكم، أهلا وسهلا، نورتونا وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا مثل ما عودتكم دائما انه اني دائما محاضرتكم شغلات جديده وشغلات حلوه، وبين البسيطه وبين الاشياء الضخمه، الاشياء اللي تحبوها انتو. طبعا همتين قبل نبدي نشوفكم الشغلات اللي اني لابستهم، هاي القلاده وهذا الطوق اللي لابسته. طبعا هذا الطوق الليرات، خلي شو مدري يشتغل ما يعني واقف مثلا؟ ما ادري. عموما يلا تمام. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا بكم. طبعا اليوم عندي بضاعة جديدة حابة اشوفها لكم وراح تعجبكم ان شاء الله، على كل شيء اشياء منوعة، الاشياء اللي تحبوها انتو، كارتير، اساور، بتوت، محابس، كل شيء تردونه. طبعا قبل لا نعرض البضاعة نشوف الطوق اللي لابسته أني اليوم، اللي هو طوق عبارة عن ليرات. شوفوا لياها، شوفوا جمالها إيش قد حلوة إذا مبينة عندكم. ومثل ما أقولكم دائما إنه القطع اللي تعجبكم يا ريت تأخذوا لها سكرين. اللي دي يسألون على الذهب، على العنوان، أنا حابة أشوفكم الشغلات اللي لابستها وبعدين نبدي بأسعار الذهب. أم براق الموسوي، هلا ست ولاء، شلونك؟ عرضي محابس حلوة مثلك. عمري أنت أم براق، نورتينا حياتي، تأمرين. أناقة رجل، الطاقة بيش السعر؟ أنا هسه بديت وياكم بشغلات اللي راح أقول لكم إياها أسعارها، أوزانها، الأجور، كل شيء تردونه. أول شيء هذا الطوق اللي هو عبارة عن ليرات. طبعا قبل كل شيء إنه هذا الطوق اللي يسألون عليه، هذا الطوق أنتم تتحكمون به، تردون تكبروا تردون تصغروا براحتكم. أنا مصغرته، مخليه يعني هيك، خليته على قد الرقبة وكلش حلو، فتقدرون انتو تتحكمون به من زنجيلة. اول شيء الطوق وزنه 88 غرام و910، سعره 6 ملايين و935 الف، واجوره 6000 على الغرام. خادمة الزهراء حبيبتي، يوم اسود يوم نيلي، اهم شيء ذهبي يبين. الطوق 6 ملايين و935 الف، واجوره 6000 دينار على غرام. اما القلاده فوزنها 128 غرام 0.08، وسعرها 9 ملايين و735 الف. هاي ما تشتغل؟ ما اعتقد، لا تلغيها. القلادة 9 ملايين و735 ألف. علاوي حسين، لا الطوق بالعكس مو يخنق، مثل ما قلت لكم الطوق انتو تتحكمون به. أني يجوز انت تشوفه يخنق لأن أني مخليته على الرقبة، على قد الرقبة، بس هو تقدرون تتحكمون به. وأي طوق يجي هو زنجيلة من وراء الفري سايز، تكبروه أو تصغروه. أني مصغرته على الرقبة فتقدرون انتو تعرضونه عادي، ماكو أي مشكلة. سعره 6 ملايين الطوق و935، القلادة 9 ملايين و735 ألف. أما الأساور اللي أني لابستهم، الأساور التحفة كلش حلوات. طبعا ذولي موديل كلش جديد وكلش انيق وحلو. ذولي بيهم ذهب ابيض، ذولي بيهم ذهب ابيض. وزنهم 94 غرام و310 سنت، سعرهم 7 ملايين و165 الف، 7 ملايين و165 الف. اما هذا الخاتم، نشوف هذا الخاتم.
منتهى اشيلها منتهى اشيلها سلستر شيء واحده حياتي يعني. طبعا التك مالتها يعني يمي موجود بس انا لابستها لان البث من هالجهه فانتوا يعني تشوفون بس هاي الجهه ما ادري بيش انت شفتي الجهتين بس المهم انه انا لابستها على مود بس اوضح لكم شكلها يعني. التركية سعرها العفو وزنها 15 غرام و 450 سنت سعرها 1,175,000 1,175,000 التركية اذا تحبون تاخذوا لها سكرين. اما هذا المحبس شوفوا لي هذا المحبس شوفوا جماله كلش حلو هذا خليجي كلكتة كلش حلو تصميمه وكلش حلو موديله. طبعا هو هذا الموديل بالذات انه احنا كل ما يخلص عندنا نوفره لان كلش عليه سحب مو طبيعي. سعر هذا المحبس هو وزنه 11 غرام و800 سعره 895,000. اما هذا المحبس شوفوا لي هذا المحبس تصميمه فهالشيء رياض الكربلائي. شنو اسعار الذهب تنظرون هسه خلي اخلصهم من هاي الشغلات واقول لكم اسعار الذهب. شوفوا لي هذا المحبس خلي اشوف لكم اياه شلون تلبيسته ايش قد حلو. شوفوا يجي على اصبعين هنا يلبس ترجعون هذا الثاني هنا شوفوا ايش قد حلو يصير كلش حلو وكلش نازك. هذا المحبس وزنه 12 غرام وزنه 12 غرام و600 سعره 955,000. سعر الذهب اليوم 360 المثقال نبيعه و355 نشتري من عندكم. اجورنا مثل ما تعرفون اجورنا ارخص اجور على مستوى العراق اجورنا هي فقط 4000 دينار على غرام وعندنا خدمه توصيل لكل محافظات العراق من الشمال للجنوب وكل مناطق بغداد منطقه منطقه. ايش قد سعر الذهب اليوم؟ سعر الذهب 360 نبيع و355 نشتري من عندكم. هسه خلي نشوف الشغلات اللي عندنا اليوم. عنوانكم عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. سعر الذهب 360 نبيع و355 نشتري من عندكم. خلي نشوف اول شيء عندنا ذولي الاساور. شوفوا لي هذه الاساور شوفوا جمالهم شكت حلوات. راح نشوف اوزانهم ونشوف اسعارهم. الاساور 19 غرام و810 سعرهم 1,505,000 اثنيناتهم 1,505,000. طبعا اللي اريده منكم انه صعدونا البث على مود نعرض البضاعه اللي عندنا اليوم واشوف لكم اياها كلها واجاوب على اسئلتكم سؤال طبعا اللي اقدر عليه. هاي الاساور 1,505,000 العفو. نسيم الفجر شلون سعر المحبس اللي بايدك اليمنى؟ انتوا عندكم ترى يطلع لكم اليمنى يسرى واليسرى يمنى بس انا راح اقول لكم هذا المحبس وهذا المحبس سعره 955,000 هذا 955,000 شوفوا لي اياه اما هذا المحبس فهذا المحبس سعره 895,000. ام اكرم القيسي مساء الورد على عيونك حبيبتي نورتينا. خلي نشوف لكم نشوف الخلخال اللي عندنا اليوم. بقى تسوي التعليق مثبت ما شنو سعر الذهب شو لحظه تولان التركي حبيبتي انتي الاساور اللي بايدي صحيح والله اني يمكن ما قلت لكم الاساور لا والله قلت لهم بس بدايه البث يجوز
اللي دخلوا جديد ما لحقوا على سعرهم. ذولي الأساور سعرهم 7,165,000، 7,165,000 ذول اللي بيهم ذهب أبيض. شوفوا لي هذا الخلخال، خلي أخليه هنا بهذا القدم تشوفوا بوضوح. شوفوا لي هذا الخلخال على القلادة برقبتك بيش، أي واحدة منهم هاي. إذا هذا الطوق فهو هذا سعره 6,935، أما هاي القلادة فسعرها 9,735. شوفوا لي هذا الخلخال، شوفوا إيش قد حلو وكلش جمالي يجنن. خالد حسين ولا ممكن كرسي جابر عمري تأمرين أنتي. خلي أشوف لكم وزن الخلخال 32 غرام و 160 سنت. سعر الخلخال 1,445,000، 1,445,000 هذا الخلخال. هسه هي فتح تمام. طبعا اني اليوم راح اضل عيني هنا وعيني هنا، لان هنا فاتحين بث فيسبوك وهنا بث انستغرام. يا مية مرحبا بكم، اهلا وسهلا نورتونا. هسه نشوف طبعا عندنا كرسي جابر الاوزان، يعني اوزان قليله واوزان ثقيله. يعني عندي استفسار براسك تمام اوكي. سعر الذهب اليوم 360 نبيع و 355 نشتري من عندكم. شوفوا لي ذول البتوت، طبعا انا هنا اشوفكم اياها شويه وهنا او بس هيك يمكن تبين. انت فاتح انستغرام يمك؟ اوكي. شوفوا لي دولي البتوت، وطبعا مثل ما اقول لكم دائما انه اي قطعه تعجبكم تقدرون تاخذوا لها سكرين على مود من تردوها، يعني لا انتم تحيرون بيها ولا احنا. شوفوا لي هاي البتوت، شوفوا جمالهم كلش حلو. دولي فقط 3 قطع، راح نشوف وزنهم ونشوف سعرهم. دولي وزنهم 36 غرام و 180 سنت، سعرهم 1,750,000، 1,750,000. وليد درويش في شحنة تركيا، طبعا دائما اقول لكم انه احنا جدا نعتذر من كل اللي يتابعونا. تمام، نعتذر من كل اللي يتابعونا خارج العراق، لكن احنا ما عندنا اي توصيل خارج العراق. يعني زهرة الفردوسي ليش تطلع من البث؟ دزلنا رسالة ونجاوب. ايش بيها؟ حبيبتي من البث لان ما حد يجاوب. حبيبتي انا يعني جدا اعتذر لان اني ما اقدر اجاوب على الكل، اني دا اعرض لكم البضاعه ودا اجاوب على اكثر الاسئله اللي انتم دا تسالوها، فاني ما راح اقدر اجاوب على كل الاسئله. يعني وزاره تقدر تنزل رساله على الخاص ويجاوبها، خصوصا انه اني يعني ما راح الحق اقرا اكثر التعليقات، لان اول شيء اني فاتحه البث فيس وفاتحه انستغرام، فما راح اقدر اجاوب على كل اللي يسالون. فجدا اعتذر، اي سؤال اي استفسار عندكم اذا شفتوني ما جاوبت هنا بالبث تقدرون تراسلون البيج وراح يجاوبوكم وتدللون. هسه خلينا نشوف اللي يسال على عنواننا، عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. عندنا خدمه توصيل لكل محافظات العراق من الشمال للجنوب وكل مناطق بغداد. ياسر عبد الحليم وعليكم السلام ورحمة الله، نورتنا بأمرون أمر. هسه محابس أساور كل شيء تردون. شوفوا لي ذولي الكلبشات، شوفوا ذولي الكلبشات، طبعا ذولي الكلبشات أكو بيهم هم ذولي كلبشات وأكو سوار، يعني شلون هيك فرفشة هم نفس التصميم بالضبط هيك شيء. ومثل ما أقول لكم إنه القطعة تعجبكم تاخذوا لها سكرين.
راح نشوف الوزن ونشوف السعر. دول اثنيناتهم وزنهم 30 غرام و910، سعرهم مليونين و350 الف. مليونين و350 الف دول اثنيناتهم. المحبس اللي بايدك ايش قد سعره؟ طبعا انا هذا محبس وهذا محبس. شو هاي ام زهراء؟ لحب معذوره بس بدي اسال على التراتشي اللي لابستهم ايش قد سعرهم؟ عمري انتي تامرين امر. دولي التراتشي اللي لابستهم وزنهم 15 غرام، تقدرين تاخذين لهم سكرين. وزنهم 15 غرام و450 بس لحظة 15 غرام مليون و175 ألف التراتشي، مليون و175 ألف سعرهم. خلي نشوف هذا الكارتير. شوفوا جمال هذا، شوفوا جمال هذا الكارتير ايش قد حلو. هنا انا اعرضه وهنا عمتين يشوفوه. شوفوا لي هذا الكارتير كلش حلو وكلش نازك، خصوصا هذا الستراسل بي منطي جماليه بعد اكثر. هذا وزنه 76 غرام و960، سعره 5 ملايين و850 الف. سعره 5 ملايين و850 الف. شوفوا لي دولي البتوت. دولي شوفوا لي اياهم. خلي نشوف الوزن. تمام. طبعا دولي البتوت الساده ومرمل، دول بيهم اوزان مختلفه، يعني اوزان واحجام مختلفه. دولي خلينا نشوف لكم وزنهم. طبعا اكثر البضاعه اللي انا هسه عرضتها هي اجورها 4000 دينار على غرام، ما عدا هذا الطوق اللي لابسته فهو اجوره 6000 دينار. دولي البتوت وزنهم 52 غرام و960، سعرهم 4 ملايين و25 ألف. 4 ملايين و25 ألف. بيش تشترون اليوم؟ اليوم نبيع ب 360 ونشتري ب 355. راح أشوفكم أساور تحفة كلش حلوات. وين السوار الثالث مالتهم؟ أي هذا. شوفوا لي اياهم دولي. شوفوا لي دولي الاساور. شوفوا الجمال ايش قد حلو. شوفوا لي اياهم. منى هلا حبيبتي، هذا الكارتير بس قلاده ما بيه سوار وتراتشو محبس يعني طقم. لا حبيبتي هذا ما بي، يمكن اكو غيره يعني بس مو هيك بي هذا الستراس مالته. اكو كامل. شوفوا لي دولي وشوفوا هنا هاي هنا الانستغرام والفيس، فعلى الاثنين اشوف لكم اياها. خلينا نشوف اوزانهم ثلاثتهم ونشوف سعرهم. دولي ثلاثتهم الاساور وزنهم 25 غرام و130 سنت، سعرهم مليون و910 ثلاثتهم. مليون و910. شوفوا لي اياه اللي دي اسال على الطوق اللابسته. الطوق وزنه 88 غرام و910، سعره 6 ملايين و935 الف. هذا شوفوا لي اياه 6 ملايين و935 الف. اما هاي القلاده، طبعا هاي القلاده همتين مثل ما قلت لكم على الطوق، همتين الزنجيل مالتها من ورا تقدرون فري سايز، تقدرون تتحكمون بيه تصغروه وتكبروه.
شوفوا ايش يصير على الربة، كلش حلو. هاي القلادة وزنها 128 غرام وسعرها 9,735,000. اما ذولي الاساور، شوفوا لي ذولي الاساور، هذا اللي بيهم ذهب ابيض، شوفوا ليهم جمالية مو طبيعي وكلش حلوات وكلش مرتبات باللبس. ذولي وزنهم 94 غرام و310 وسعرهم 7,165,000. باسم العيساوي، ليش ما تعرضون رجالي بس رجال بس ذهب نساء؟ طبعا والله اني قبل لا تقول انه اني محاضرت لكم اشياء رجاليه كزناجيل ومحابس، خلي اشوف كل المحابس. طبعا ذولي محابس وجبه جديده وصلت اليوم، خلي اشوف شكلهم كلش حلو. شوفوا لي ذولي حبي، بس اريد الكارتير اللي عرضتيه، اريد اخذ سكرين، ممكن بس ارضيه بعد مره تؤمرين عمري انت؟ هسه اشوف لك اياه. وين انا خليته؟ هذا الكارتير، تقدرين تاخذي له سكرين. ياسر عبد الحليم، هسه اشوفك المحابس الرجاليه محضرتها لكم اني هسه تدللون. هذا الكارتير حبيبتي، اخذي له سكرين. شوفوا لي، طبعا كل وضع داعرضها هي اجورها 4000 دينار على الغرام. هذا الكارتير اجوره 4000 دينار. هسه اشوفكم المحابس الرجاليه. شوفوا لي هذا المحبس، انا لازم تبلع عكس، لا شوفوا لي هذا المحبس الرجالي وهنا هذا، شنو سالفته؟ مضبوط، ماكو مشكله. شوفوا هذا المحبس، راح نشوف لكم وزنه وسعره. وزنه 17 غرام 17 غرام و700. هذا المحبس سعره 1,345,000، 1,345,000. نشوف المحبس الثاني الرجالي، اي نعم 360 نبيع و 355 عفوا نشتري. شوفوا لي هذا 70 نشتري، هسه ينجلطون خطيه اذا بس اقول لهم. عموما يعني احنا اليوم على، شوفوا على لي مستوى بالعراق نشتري هذا الذهب، نشتري اليوم 355، ماكو هيك محل يعني بالعراق كله يشتري بهالسعر هذا. شوفوا لي هذا المحبس الرولكس، كلش جميل وكلش روعه، شيء مو طبيعي، هنا مكتوب رولكس، كلش حلو. هذا المحبس خلينا نشوف وزنه ونشوف سعره. وزنه 11 غرام و920 سنت، سعره 905000، 905000. نشوف المحابس اللي عندنا، شوفوا لي هذا، هذا بيلون يعني بالزرقان الاسود والزرقان. طبعا هذا موجود بي بعد موديلين موجود عندنا، اللي هو الزارغون مالته اسود واكو الزارغون ابيض لوورد ديشان. شوفوا لي كلش حلو. هذا وزنه 18 غرام و500 سنت، سعره 1,405,000. الصابرة المؤمنة، الكارتير بيش، الكارتير اي كارتير هذا اللي عرفته اني هسه اللي هو هذا. هسه اشوف لكم سعره للي ملحق على سعره ووزنه. شوفوا لي ذول المحابس، هاي الموديلين مالته، الزارغون ابيض وزارغون اسود مالته، كلش حلو موديله وتصميمه فشي روعه. شوفوا ايش قد حلو، اذا تحبون تاخذوا لهم سكرين. هذا الكارتير راح اشوف لكم وزنه للي ملحق على وزنه وسعره. وزنه شقد؟ وزنه 76 غرام و960، سعره 5,850,000، 5,850,000. هسه اشوفكم بعد المحابس الرجاليه.
لامار يوسف بتوت مال اطفال عمري انتي مثل ما قلت لكم اني جدا اعتذر من عندكم مدى لحق ارد على الكل لان اخواي تعليقات وفاتحة لايفات اثنين على انستغرام وعلى الفيس فما الحق وهاي البتوت مال اطفال شوفوا لي دولي البتوت دولي فقط اربع بتوت ايش قد حلوات كلش حلوات شوفوا لي اياهم وعندنا هذا الموديل شوفوا هذا طبعا هذا واحد وهذا واحد شوفوا لي اياه كلش حلو تقارائد سووا عروض بالاجور طبعا احنا الاجور مالتنا احنا اصلا مسوين عليها عروض لان احنا اجورنا اصلا كانت 6000 و 4000 وخفضنا الاجور سويناها 4000 لكل القطع طبعا كان كل المحل هو 6000 يعني الاغلبيه مالته 6000 وكانت اكو قطع معينه 8000 على الغرام لكن احنا خفضناها وسوينا الكل كل المحل اجوره 4000 دينار على الغرام ما عدا قطع معينه وينعدن على الأصابع يعني اللي هم أجورهم 6000 ذكريات رجل إيه أنا دي أقولكم الأسعار صافية كاملة ويا الأجور أنا جدال شوفكم هذا المحبس أي هذا المحبس هماتين الرجالي بعدني دي أكمل لكم بالرجالي وتقولون ماكو رجالي شوفوا لي هذا المحبس كلش حلو تقى والله مسوين عروض بالاجور والله هي 6000 بقيه البيجان حتى ما كانوا يدفعون الاجور الاجور صعدوها اي اجور احنا يعني ارخص شيء دنبي احنا اجورنا ارخص اجور هذا المحبس 8 غرامات و600 سعره 655000 655000 عمر الزهيري اشقد سعر بتوت الاطفال تدللون خلينا نشوف اول بتوت اللي هم ذولي راح نشوف وزنهم اللي هم اربع بتوت وزنهم 26 غرام و950 سعرهم مليونين و50 الف ذولي الاربع بتوت مليونين و50 الف اما ذولي خلينا نشوفهم شوفوا لي دولي البتوت دولي ستة وزنهم 25 غرام و490 سعرهم مليون و935 مليون و935 عندكم تخم نازك اكيد عندنا كل شيء تردونه كل شيء ببالكم موجود عندنا شوفوا لي دولي المحابس هم بعدني بدي اكملكم رجالي ها وينه يلا جيب لي شوفوا لي دولي وهذا المحبس انتوا لحقتوا تشوفون دولي اخذوا لهم سكرين لان على مود الحق اعرض لكم باقي البضاعه شوفوا دولي والقطع تعجبكم اخذوا لها سكرين ودزونها راح ندز لكم تفاصيلها كوزن وسعر تقى رائد انت تعالي للمحل ويصير خير ان شاء الله ونطنطش شوفوا لي هذا المحبس او هذا المحبس بعشتردون يعني رجالي تقولون رجالي ماكو أنا لبست لكم كل المحابس الرجالية وأنا كبنية لبست لكم المحابس الرجالية شوفوا لي هاي الحلقة طبعا هاي الحلقة وفرناها مرة ثانية لأن صار عليها طلب أني ننطي حق الانستغرام ما تنترى شوفوا هاي الحلقة هي بيها آيت الكرسي شوفوا جمالها كلش حلوة شوفي لي هذا السوار هذا سوار ايطالي اوكي فتشي كلش عملي وقوي
وبي ميزة حلوة إنه هذه تروح تصعد وتنزل، ثبتوها حسب اللي يعجبكم. كلش حلو هذا التصميم. هذا ايش قال إجورة؟ هذا إجورة 4000 دينار على الغرام فقط. إجورة 4000 دينار وما أرخص من هيك إجورة. هذه الدمعات اللي بي ممكن نجمعها بمكان واحد، وممكن على الانستغرام هماتين على مود يشوفوه. اوكي على الانستغرام تمام. وهذا إجورة 4000 دينار، وكل القطع اللي أنا شوفتها لكم هي إجورها 4000 دينار. وردة الربيع شلون سعر هذا المحبس؟ أي واحد منهم أنا لابست لكم هذا المحبس وهذا المحبس، وش لابست لكم محابس رجالية هماتين. هذا المحبس، المحبس هذا مليون العفو 895 ألف، هذا 895 ألف. أما هذا فهذا 955 ألف. خلينا نشوف لكم باقي الشغلات اللي عندنا. راح اشوفكم السوار، يعني من صدق جماله مو طبيعي، صدق تحفه هذا السوار، يعني فوق ما هو تحفه فوق ما هو اجوره قليله. شوفوا لي هذا السوار، شوفوا الجمال، هذا مطعم ذهب ابيض. هذا السوار 3 كلر اللي بيه 3 الوان، ذهب ابيض. اللي بالسبابة اليمنى حياتي مو انتو يطلع لكم اليمنى يسرى واليسرى يمنى، فأني انطيكم اسعارهم اثنيناتهم لان ما اعرف يا هو اليمنى دي يطلع عندكم وما اعرف يا هو اليسرى دي يطلع عندكم. فهذا المحبس، هذا المزدوج اللي لبس بصبعين، هذا 955 ألف، 955 ألف. اما هذا 895 ألف. وهذا السوار، خلي نشوف هذا السوار، نشوف وزنه ونشوف سعره. عهد الزمان، عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. سعر الذهب اليوم 360 نبيع و 355 نشتري من عندكم. هذا السوار وزنه 40 غرام، سعره 3,040,000، 3,040,000. اللي دي يسأل على الطوق اللي أنا لابسته، إذا تشوفوا أنتوا بوضوح أخذوا لسكرين. هذا الطوق عبارة عن ليارات، شوفوا ليا هاي داير مدايرة كل ليارات، والزنجيل مالته من وراء شسمه فري سايز، يتكبر ويتصغر على أي رقبي اللبس. تمام. يلبس على أي رق، يعني على أي رقبة، إذا كانت متينة أو ضعيفة فأني مصغرته. أنتوا تريدون تكبروا عادي ماكو أي مشكلة، والزنجيل مالته فري سايز طويل، يعني تقدرون تتحكمون به بأي حجم عادي ماكو مشكلة. سعر الطاق 6,935,000. شوفوا لي إياه، 6,935,000. أما هاي القلادة شوفوا لي إياها، شبيهم هاي القلادة سعرها 9,735,000. شوفوا ليها. أما هاي الأساور اللي دي يسألون على هاي الأساور، شوفوا ليها، شوفوا جمالهم. ذولي الأساور وزنهم 94 غرام و310، سعرهم 7,165,000، 7,165,000. أما التراتشي، شوفوا لي التراتشي، ذولي التراتشي سعرهم 1,175,000، 1,175,000. ذولي كلكتة خليجي، طبعا هذا همتين كلكتة وهم خليجي. خلي نشوف لكم
باقي الشغلات اللي عندنا اليوم، ومثل ما قلت لكم انه كل شغلاتنا اجورها 4000 دينار على غرام. شوفوا لي هاي القلاده ام تارة، زنجيل عين اكو اكيد موجود زنجيل عين. انطيني هذا الزنجيل العين، شوفوا لي خلينا نشوف وزن هاي القلادة. 33 غرام و300، سعرها مليونين و530 الف، مليونين و530 الف. شوفوا لي هذا الزنجيل، شوفوا الجمال ايش قد حلو. غيث انور، سعر الحلقة تدللون، انا هسه الحلقة اللي عرضتها صحيح ما قلت لكم لا وزنها ولا سعرها، هسه نعطيكم الوزن والسعر. قصدكم هي اللي بيها آية الكرسي مو تمام؟ هذا الزنجيل وزنه 38 غرام بين 0.7، سعره مليونين و895 الف، مليونين و895 الف. وين خليت الحلقة؟ ها هاي. عهد الزمان، المحبس يتكبر ويصغر، دولي المحابس اللي لابستهم آني اثنيناتهم يتكبرون ويصغرون، دولي اثنيناتهم يتكبرون ويصغرون. هاي الحلقة اللي عرضتها هسه قبل شوية، اللي هي بيها آية الكرسي، وزنها 11 غرام و620. شوفوا لي اياها، 11 غرام و620، سعرها 885 الف، 885 الف. وردة الصباح، مساء الخير، مساء الورد على عيونك. ذهب هم يصعد بعد، يعني سالفة الذهب هاي ما نعرف بيها، ولا اكو اي احد يعرف بسالفة الذهب، لان هاي بورصة ما معروفة شوكت اذا راح تصعد او راح تنزل، فما معروفة. شوفوا لي هاي، نشوف هاي انا وياكم. اي دي يسألون على عنواننا، عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. بس ممكن هاي القاعدة السوداء. ام علاء، اريد سوارات ليرات اصلي صغير. عمري انتي راسلينا على البيج وتأمرين امر. شوفوا هاي القلادة، شوفوا جمالها. طبعا هاي القلادة اكو ياها سوار نفس تصميمها بالشكل. شوفوا هنا، شوفوا جمال هاي القلادة. اخذوا لها سكرين، خلي نشوف الوزن ونشوف السعر. وزن القلادة 25 غرام و520 سنت، سعرها مليون و940 الف، مليون و940 الف. منال البياتي، المحبس اللي بايدك اليسرى نشوفه عن قرب. انا راح اشوف لكم اياه اثنيناتهم، لان بالكاميرا ما اعرف يا هو يطلع لكم يمنى وما اعرف يا هو يطلع لكم يسرى، فراح اشوف لكم الاثنين سوا. شوفوا لي هذا اول شيء، خلي اعدل لكم ويطلع واضح. شوفوا لي هذا المحبس، هذا يمكن هماتين هو بس بهذا الاصبع يلبس، لو يقدرون باي اصبع تمام. شوفوا لي نو على انستغرام هماتين هذا عن قرب، اذا تحبون تاخذوا له سكرين وتشوفون شكله. وهذا المحبس الثاني. ايمان الدليمي، قلبي بيش المثقال، عمري انت المثقال ب 360 نبيعه وب 355 نشتري. ابو صادق التميمي، اريد قلاده ايش قد سعرها؟ انت يعني بحدود ايش قد رايد؟ اذا تحب راسلنا على البيج وراح يدزولك كل الموديلات
وكل الأوزان وانت اختار اللي يعجبك. شوفوا لي هذا هذا المحبس. رواق حنين السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم حبيبتي موجود. تراشي حلق صغار. الحلق موجودات بكل الاحجام. شوفوا هذا المحبس وهذا المحبس. شوفوا لي هذا الملوي. شوفوا لي هذا الملوي. شوفوا الجمال. طبعا انا عرضت لكم هاي الشغلات وشوفوا لي هذا الخاتم السوليتير. هذا ايش قد حلو. هذا خاتم السوليتير موجود بكل الموديلات، خصوصا هذا السوليتير كل الموديلات موجوده به. شوفوا لي اياهم كلش حلو وكلش جميل. وشوفوا لي هاي القلادة على مود الهنانة. وراح ينتهي البث مالتنا اليوم. شوفوا هاي القلادة راح اشوف لكم وزنها ونشوف سعرها. هاي القلادة 13 غرام و690، سعرها 1,040,000. القلادة 1,040,000. وردة الربيع عمري انتي تردين على الواتساب على الفيس على الانستغرام بكل مكان، انتي بس قولي وتدللين. طبعا راح اقولكم هاي شغلاتي اللي لابستها اخر شيء وننهي البث اليوم. ومثل ما عودناكم يعني احنا دائما باستمرار البث مالتنا موجود. سعر هذا الطاق سعره 6,935,000، وزنه 88 غرام و910. منال بياتي عمري يرزق الجميع يا ربي ويحفظ الكل ويوفق الكل ان شاء الله. الطاق 6,935,000، اما القلادة 9,735,000. اما دولي الأساور، شوفوا دولي الأساور، شوفوا جمالهم. الأساور 7,165,000. أما التراشي 1,165,000. 1,165,000. أما هذا المحبس، هذا المحبس 895,000. هذا 895,000. وبهذا 955,000. أم علي التويجري القلادة الليرة كم سعرها؟ القلادة اللي هاي الليرة الطاق 6,935,000. طبعاً اللي هنا ينتهي البث مالتنا اليوم ونشوفكم غير يوم على خير ومحبة وسلام. يا رب يرزقكم ويحفظكم ويحفظ الجميع ويحفظكم كل أمة محمد إن شاء الله. نشوفكم غير يوم إن شاء الله يا ربي. وأكيد محضرين لكم أشياء جديدة وشغلات راح تعجبكم إن شاء الله إن شاء الله. وربي يوفقكم ويحفظكم ويرزقكم. تحياتي لكم، مع السلامة.